بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر النهار. زي ما قلنا امبارح، احنا النهارده هيبقى عندنا حلقه كلها عن العمل والعمال من خلال حوار موسع مع وزيره القوى العامله المصريه سيده الوزيره ناهد العشري. في حوار مطول، احنا عندنا مشاكل كتير لها علاقه بهذا الملف العمالي للاسف الشديد. طبعا احنا عندنا في عماله عائده من ليبيا، عايزين نعرف دي حجمها قد ايه، الدنيا هتحصل ازاي، ولادنا هناك تعرضوا لمشكلات كبيره جدا، بعضهم نزح والحمد لله بان يعني هذا الجسر الجوي من تونس يعني جاب ناس كتير، صحيح تعرضوا لمعاناه كبيره لكن في النهايه عندنا ولادنا هيرجعوا وهيدوروا على شغل هنا. ايه اللي هيحصل في هذا الامر؟ هل في فرص اخرى لتسويق العماله المصريه في الخارج، ام ان المشروعات التي نحن بصدد ان شاء الله يعني دخولها بعد قناة السويس الجديدة والطرق والمحافظات الجديدة ممكن تفتح فرص لهؤلاء العائدين ولا لا؟ هنشوف ده مع الوزيرة. عندنا مشكلات كلاسيكية قائمة من سنوات طويلة زي مشكلات العمالة المصرية في الخليج، بعض المشكلات مع دول بعينها، اللي بيحصل لعمالنا القطر، الظروف، العلاقات اللي ما بيننا وما بين قطر هل مؤثرة على عمالنا هناك؟ ايضا في قانون العمل الجديد اللي الوزيره بتناقشه دلوقتي وفاتحه عليه حوار مجتمعي في انتظار اقراره عبر البرلمان المقبل عشان يكون جاهز. كلام احنا حق الاضراب العمالي اللي يحصل، علاقه العمال باصحاب رؤوس الاموال في القطاع الخاص، علاقه العمال في الحكومه. الحقيقه ملف كبير جدا ومهم جدا، لانه الاساس الذي نسعى اليه الان هو ان نكون لدينا بيئه عماليه قانونية مستقرة وآمنة تستطيع أن تؤمن العامل وتستطيع أن تضمن أن تكون حركة العمل في مصر في مسار واضح واحد محدد علشان نحقق التنمية اللي احنا بنرجوها بإذن الله. هتنتظروني طبعا بعد فقرة الأخبار إن شاء الله مع وزيرة القوى العاملة السيدة ناهد العشري. في الأخبار ولا قبل الأخبار، الحقيقة أنا في يعني حكاية كده عايز أقف عندها لها علاقة بموضوع كنا اتكلمنا عليه كتير والرئيس اتكلم عليه واحنا اتكلمنا عليه في الإعلام وشغلنا قوي فيما يتعلق بمسألة الخطاب الديني ومسألة المنابر التي قام وزير الأوقاف بدور كبير جدا في السيطرة عليها منعا للقوى المتطرف. والأمر ده الحقيقة أمر شجاع كان من وزير الأوقاف، لكن أنا متوقف عند ظاهرة يعني أستطيع أن أتلقفها الآن من بعض الشكاوى اللي بتيجي خاصة من مصلين في قرى وفي محافظات بعيدة ليها علاقة بصلاة الجمعة وطبيعة الخطيب اللي بيصلي الجمعة. إحنا النهاردة بنقول عايزين نقي مصر من التطرف من خلال دعوة وسطية صحيحة تنتمي إلى هذا الفهم الواعي للدين المتمثل في الأزهر الشريف وخريج الأزهر الشريف. طبعا مش كل خريج الازهر الشريف، احنا شفنا جامعه الازهر كانت يعني مثال على كتير جدا من حركات عنف كبيره، دليل على تغلغل جماعه اخوان المسلمين في هذه الجامعه، لكن خلينا نقول انه الغالبيه كلها وسطيه ومعتدله. لكن ظهور بعض الناس على المنابر نتيجه ان انا عايز اخد كل المنابر مره واحده، ظهور بعض الناس على المنابر بهذا الشكل أدى إلى أن أنا بجيب أي واحد أزهري بصرف النظر عن قدراته في توصيل المعلومة أو في إمتاع هؤلاء الذين يستمعون إلى خطبة الجمعة يوم الجمعة. وبالتالي ترسخ لدى بعض الناس المصلين في القرى، خاصة في القرى، يمكن في القاهرة في بعض المساجد الكبيرة فيها ناس فعلا أكفاء، لكن في بعض المحافظات فيها ناس خريجين أزهر محترمين بيفهموا كويس وكل حاجة، لكن مسألة الدعوة دي برضو موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ومسألة الوصول إلى قلوب الناس مسألة بتحتاج كتير جدا من طلاقة اللسان ومن حسن اختيار الجمل والألفاظ والموضوعات. لكن إحساس الناس اللي قد يتراكم، أنا بقول إن دي حاجات من خلال استطلاعات كده في بعض المحافظات وتليفونات وناس بيكلموني وكده، ان هما بيحسوا ان الخطيب موظف اكتر ما هو داعية، ان هو جاي مع خطبة ما جاية من وزارة الاوقاف، الخطبة دي فيها خطوط عامة رئيسية، هو بيكمل الباقي وربنا بقى بيصرف له او يعني بيطلق لسانه في حاجات معينة فبيقول الكلام. لكن احساس كتير من المتلقين انه في خطبة وظيفية،
ان الراجل بيتكلم لانه موظف في وزارة الاوقاف، ان الراجل بيتكلم لانه دي الخطبة اللي مفروض عليه. هذا الاحساس في الحقيقة، وانا بنبه من دلوقتي، انا شخصيا قلت وبقول دلوقتي ان انا يعني شايف انه قرارات وزير الاوقاف فيما يتعلق بانه حماية المنابر من التدخل السياسي او التطرف مسألة مهمة جدا وشديدة الحساسية والاهمية، ولكن من ناحية تانية لكي نحافظ على أن يكون هذا القرار صحيح في إجراءاته وصحيح أيضا في مضمونه ونتائجه، علينا أن ندرس سلبياته. فمن السلبيات، وأنا بخاطب دكتور محمد مختار جمعة، هو رجل فائق الاحترام الحقيقة والشجاعة، ودي شهادتي عنه الحقيقة، لكن دكتور لازم تبقى عارف أنه في إحساس بالوظيفية. هذا الأداء الوظيفي ممكن قد ينعكس خطرا أكبر لاحقا، يعني أن يبتدي إيه؟ يبتدي لو في واحد حسن اللسان في منطقة أخرى، شديد البيان ويستطيع أن يبهر الناس بتلحين القول، وانت عارف طبعا في ناس كتير في متخصصين في الحاجات اللي زي دي، ممكن جدا يأثر على قيمة وقامة وسمعة خطيب الأوقاف اللي موجود في هذه المساجد. ففي هنا إن مسألة الدعوة الوسطية لا ينبغي أن تستمر في سياقها الوظيفي، إنه يبقى بقرار إداري فلان في الحتة الفلانية، لا. من وجهة نظري وأنا بعرض من وجهة نظري وبعرض خوفا على القرار، يعني مش تعطيل لهذا القرار، قرار في نواياه والغايات اللي هو عايزها صحيح طبعا، حفاظا على هذا الدين، من إن واحد يقرأ كتابين يطلع الكتاب ده تكفيري، يطلع الكتاب فيه فتاوى في عصر غير العصر اللي احنا عايشين فيه، يطلع يطق على المنبر كلام يبوظ على الناس حياتها ويبوظ على البلد استقرارها وأمنها وتلاحمها الاجتماعي وتكاملها ما بين المواطنين. فأنت النهاردة عشان تحافظ على انه قرار وزير الأوقاف ده يطلع بشكل صحيح ويطلع ويؤدي نتائجه، لازم يتم من دلوقتي، خلاص سيطرت، يتم من دلوقتي يحصل ايه؟ يحصل عمليات انتقاء واسعة للخطباء، ولا يشترط أن يكون الخطبة مكتوبة سلفا ومتوزعة سلفا، يعني ممكن يطلق العنان لقضايا معينة ويبقى في أي أداء رقابي الوزارة تعمله قبل كده، أو حتى المواطنين نفسهم اللي زهقوا من التطرف والتشدد والغلو وإقحام المنابر في السياسة، هم أنفسهم ممكن يكونوا رقباء على هذه الخطبة. ليه؟ لأن أنت بعد شوية لو حولت المنبر إلى دور وظيفي فقط، ده هينعكس سلبا على الغايات اللي احنا طالبينها لهذا القرار، وينعكس سلبا على علاقة المصلين بإمامهم اللي موجود. لازم يبقوا هم حاسين انه هذا الشخص موثوق فعلا على علم حقيقي طليق اللسان، لانه هو ده بيان يصل الى القلب، يعني حاجة كده نعمة رقيقة ربنا بيفتح بيها على ناس معينين عشان يصلوا لقلوب المصلين ويحفزوا فيهم الطاقات الإيمانية. وبالتالي لو الناس حست إن ده موظف بس وبياخد الخطبة وبيمسك الورقة وبيقعد يقولها أو حافظ وبيقول، أو إن الخطب في الجوامع كلها شكل بعض، ده ممكن يعمل تأثير شديد الفتك، شديد الفتك بالقرار اللي الوزير الأوقاف وقته. فرجاء احنا امامنا فرص كبيرة دلوقتي، واستثمار لحالة يقين الناس بان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، ان احنا نفلتر ونعمل ونشوف آلية اخرى عشان ما تتحولش الخطب الى اداء وظيفي، فيبقى من تطرف وغلو واقحام المنابر في السياسة الى على النقيض الاخر اداء وظيفي روتيني ممل قد يصرف الناس عن الاهتمام باستماع الخطبة خلال وجودهم في الصالة، مش عايز أقول يصرفهم عن الصالة نفسها لا قدر الله وربنا يتقبل. فأرجو أن ده تتنبه لي في وزارة الأوقاف، ويتنبه لي المسؤولين، وخدوا بالكم أنه مسألة أنه يكون في ناس معتدلين مش خريجين أزهر حقيقي كتير، يعني الواحد في حياته وحضراتكم في حياتكم بتشوفوا أكيد ناس كتير، في ناس كده ربنا صرف لها، بتلاقي القرآن على ألسنتهم أحلى، بتلاقي صوتهم أجمل، بتلاقي بيانهم في وإدراكهم للمعاني الإيمانية العليا لهذا الأمر أفضل بكتير. ده لو حصل أكيد هيبقى
أحسن وأحسن بكتير. أنا هسأل فضيلة الشيخ أحمد كريمة سؤال في هذا الأمر، يعني ما إذا كان رأيي ده صحيح، رأيي ده خطأ، يعني نشوف رأيه إيه. فضيلة الشيخ أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله على مشاهديك وأضيافك الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. لو ما كنتش سمعتني، أنا سؤالي الأساسي هل استمرار وجود الأوقاف في المنابر وتحويل الخطبة لا قدر الله، يعني أنا قلت أخشى أن تتحول الخطبة إلى أداء وظيفي والناس تمل من فكرة أن في موظف، هل في فرصة لإتاحة الأمر لدعاة وسطيين معتدلين أكثر من غير الأزهر حتى يؤدي القرار غاياته الحقيقية، بدل ما يبقى ما يستغل بأنه موظفين بيخطبوا والدعاء قاعدين والكلام اللي حضرتك بتعرفه من اللي بيتقال أحيانا في همس وغمز ولمز في هذه الأوساط؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يتعلق بأن سيادتك فرضت ما لم يستحق أن يفرض، هو الواقع والمؤلم أن الأعمال الدعوية في معظمها بنسبة مخيفة بتؤدى على أنها وظيفة للارتزاق ولا تؤدى على أنها رسالة. لو أن المؤسسات ذات الصلة نجحت في يعني جعل المعلم أيا كان ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي صاحب رسالة، لو أنها نجحت في جعل إمام صاحب رسالة كقول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا في سورة الأحزاب. لكن هو الواقع المؤلم الآن أن المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي في معظمها فرخت وأخرجت موظفين سواء للأسف. كان يعمل في العمل الدعوي أو يعمل في في المجال التعليمي الديني أو حتى في الإعلام الديني. لما ننجح في تخريج هؤلاء، لكن ده بيحتاج إلى عدة أمور. أولا حسن انتقاء القيادات الفاعلة القادرة على إيجاد الخطاب الديني اللي هو معدوم في الأصل، صحيح. لأن لا يوجد خطاب ديني حتى يطور، لما يوجد خطاب ديني له المعالم والوسائل والمقاصد يبقى يطور أو يحدث، اللي موجود بيانات وتصريحات إرضاء للرأي العام عند يعني مصر ما فيهاش خطاب ديني دكتور كريم، مصر ما فيهاش خطاب ديني. هو فين الخطاب الديني؟ أنت معاك وثيقة دي؟ أنا ما أعرفش. لا مش معايا. أنا بقول لك أهو، أنا أستاذ أكاديمي في جامعة الأزهر. هات لي آلية معتمدة توضح معالم الخطاب الديني وتوضح الوسائل وتوضح الأسباب وتوضح المقاصد. ما فيش. كل اللي موجود كومبوزيشن، شوية إنشائيات لما بتحصل أزمة أو مصيبة أو لا قدر الله بنستدعيها. بنستدعي كلمة خطاب ديني لا أكثر ولا أقل. صحيح. الأمر الآخر حضرتك إن يجب إيجاد الإمام الزائر، وأنا اقترحت ده ولا حياة لمن تنادي مع قيادات. اقترحته على مين يا دكتور؟ والله لا داعي، لأن نفوسهم بتتغير، والحقيقة إني لا يوجد يعني أنا لست مقربا أو محببا إليهم. فاقترحت على القيادات والقمم غير مرة لغاية ما وصلت إلى مسألة اليأس، فقلت أننا نوجد المعلم والإمام صاحب الرسالة، وبالنسبة للإمام، الإمام الزائر اللي هو يبقى مسؤول عن المسجد وعن رواد المسجد وعن الحي ويتفقد مشاكلهم زي القس والآباء بالنسبة لإخوتنا المسيحيين، لكن ده غير موجود. الإمام بيأتي المسجد كارها، يعني بدليل حتى ان يعني موظف فحاسس انه رايح الشغل الصبح، يا سيدي حتى اللبس اللي هو بيلبسه عشان مرور المفتش بيضعه في حقيبة او كيس ويلبسه في حجرة في المسجد بعد ما يخلع البنطلون والقميص والبلوفر والتيشيرت والكلام ده، بعد ما بيخرج من المسجد بيحطش زي الأزهري مرة ثانية حتى لا يخصم منه البدل أو المكافأة. فإذا كان هو أصلا كاره لزيه ولسمته وأصبح يعني غير محترم حتى من اللي بيشوفوه في المسجد من الرواد والعلماء،
نحن بحاجة ماسة إلى إيجاد الداعية بمعنى داعية. ولذلك لما صدرت البيانات العنترية إرضاء للرأي العام أو لأي اعتبار آخر وقالوا إحنا نمنع أي خطباء، قلت تمنع أي خطباء، المسألة مش مسألة، لابد أن تكون هناك حسابات مدروسة، إما يكون عندك اكتفاء ذاتي، إما يكون عندك خطباء بمعنى خطباء. يا أخي إلى الآن وزارة الأوقاف لا تعلم أعداد العلماء الدعاء بجامعة الأزهر وأنا منهم. طب أتحداهم يطلعوا بيان بأعداد العلماء الدعاء وإن كانوا قلة، وأين هي الأمكانيات التي توفرها لهم سواء المعنوية أو الأدبية أو المالية؟ لا شيء، لا يعرفون شيئا عنا، بل أحيانا بيكون في تصفيه حسابات. أنا لا أريد أن أشخصن لك الأمور. والله يا دكتور كريمة، أنا يعني أنت يعني أنا لما طرحت القضية ما كنتش عارف كمان إنها بالاتساع ده وبالعمق ده، يعني أنا قلت أنصح نصيحة بس طلع إن الموضوع يعني وراء الأكمة ما وراءها أعمق. هو بس سيبك من التقارير المكتبية، لأن الثقافة المصرية القديمة أرجو أن تتغير في عهد الرئيس السيسي حفظه الله، وأرجوه وأرجو مؤسساته الرقابية عدم أن يخدعوا بتقارير مكتبية كلها تدليس وكذب. الله يفتح عليك. الله أنا يفتح أقولها لك في عجالة، الدعوة الإسلامية تمر بمأزق خطير، تحتاج إلى رجال. أنا بمعنى رجال. شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد كريمة. أنا والله لما طرحت الموضوع ما مش متصور أنه الحكاية واسعة كده، يعني أنا جات لي بقول لحضراتكم مجموعة من الاتصالات من ناس بيقولوا يا أستاذ خالد الموضوع بقى وظيفي، والخطيب بقى بيقول الحاجات ورقية، وحاسين إن إحنا أمام موظفين مش دعاة. طب يا جماعة، القرار في أساسه ومن منطلقاته وغاياته قرار صحيح أو قرار نأمل أن يكون صحيحا لتصحيح المسار، لكن إذا كان الأمر هيتحول إلى أداء وظيفي أو إنه الناس تشعر بإنه هي أمام موظفين مش دعاة، أو إنه زي ما قال الدكتور كريمة إنه يبقى الشيخ بتاع الجامعة لابس قميص وبنطلون وما يجي المفتش يدخل يلبس، ده كلام إن صح يبقى عار. وبالتالي إحنا لازم الحكاية دي ما نمرش عليها فعلا مرور الكرام، وما تبقاش حكاية سهلة وسريعة، لأن إحنا ممكن يبقى عندنا خدنا قرار ونسيناه، وبعدين بعد شوية نفاجئ إن إحنا أمام مصيبة حقيقية في هذا الأمر. أنا يقيني انه من ينصتون الينا الان ربما يكون لديهم حلول او تصورات، لان الموضوع كبير. انا كنت همر عليها كده، بس واضح ان احنا هنعمل لها حلقه نسجل فيها خطب من بعض المساجد، خاصه في القرى اللي جات لي عليها معلومات في هذا الامر، ونحطها بقى قدام المسؤولين في الاوقاف وفي الازهر. احنا عايزين دعاء وحركه دعويه حقيقيه تعيد تصويب المسار وتصحيح المفاهيم، ويكون في خطاب ديني حقيقي، ما نتكلمش عن خطاب كشعار زي ما قال دكتور كريمة الحقيقة، لكن نتكلم على خطاب موجود فعلا. في بعض المشاهدين عايزين يعلقوا على هذا الأمر. معايا الأستاذ عبد الواحد من كفر دوار، أهلا بيك يا أستاذ عبد الواحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أنا مسميك الإعلامي خفيف الظل. الله يخليك ويعزك. الله يعز حضرتك. بالنسبة للفت الأزهر حضرتك، في مدينة الإنتاج الإعلامي نفسه خدت بال حضرتك بيجي لابس بنطلون وقميص وما بيخش الهواء بيلبس لبس الازهر. انت هنا في المدينه ولا ايه؟ انت هنا في المدينه ولا ايه؟ لا انا في كفر دوار، بس حضرتك فديت اللي تاجي اعلام ياما. ابني وبيجي لابس قميص وبنطلون بعدين يخش يغير جوه. قبل ما بيخش الهواء بيخش المؤاخذه دوت ويغير بيلبس لبس الازهر. يعني انت موافق انه في حاجات تحولت الى وظيفيه شويه مش كده ولا ايه؟ نعم، بقوا موظفين اكتر، يعني بعضهم بقى موظفين. هي نقولوا يعني ده بينه وبين ربنا، ده هيتحاسب وفي نفس الوقت بيخدع، بس المفروض مع احترام حضرتك الاعلامي يعاتبه، يقول له انت راجل ازهري ما تفصحش على الهواء لما تكون يعني ايه بلبس الازهر الجريش وبنطلون وقميص وبره اتغير، وللاسف الشديد بيقعد بره الاستوديو بيولع سيجاره. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الواحد. فعلا انا عايزين يا جماعه الافكار الكبيره اللي طلعت بعد 30 يونيو ما تبقاش مجرد افكار وخلاص، يا يبقاش احنا قلنا كلام ومفكرين انه هيمشي لوحدك، ما لا يحك جلدك مثل ظفرك.
يعني فاحنا النهارده مستنيين مين يعمل الحاجات دي. خدنا قرارات، حصل قرارات اداريه مدعومه براي عام غاضب جدا على قوى التطرف، مش عايز السياسه تخش في المنابر بهذا الشكل الفج اللي كان موجود قبل كده، وبالتالي في رغبه في السيطره على المنابر، لكن في نفس الوقت ما تجيبش موظفين وبعدين يبدو الاخر في مشهد مظلوميه وانت مش قادر توفر بديل. لا، الحاجات الوسطيه اللي في الدين رائعه يا جماعه. ما احنا كنا يعني مدرسه الشيخ فضيل الشيخ الشعراوي، مدرسه الشيخ خالد الجندي، يعني في كتير، مصطفى حسني، يعني في وجوه جميله، وفي معز مسعود، في وجوه جميله وبتطلع من هذا الدين فعلا اللي بيحفزنا كده ويخلي معنوياتنا جميلة ونثق في الله تعالى ونشوف الحاجات بشكل مبشر وجميل ورائع. النوع ده من الناس هو اللي احنا عايزين نطلعه. مصر مليانة، مفيش بلد ولا قرية ولا اي حاجة ما فيهاش حد داعية وسطي جميل صوته حلو وبتاع. الواحد كان بيطرب في بلد ابويا في السنبلاوين في المنصورة، كان في شيخ جامع الحقيقة في الفترة بين المغرب والعيشة دي، يا نهار ابيض، يعني بيلهب المشاعر وحاجة يعني عظيمة. وبعد العشاء بالأدعية اللي كانت بتتقال، حاجة يعني فعلا مبهجة، في حاجات مبهجة كتير، بس المهم تكون طالعة من هنا، ما تكونش طالعة من هنا. معايا الأستاذ عبد الله درويش، قارئ قرآن كريم من القناطر الخيرية. أهلا بك يا أستاذ عبد الله. وطي التلفزيون. حاضر يا باشا. اتفضل. استاذ خالد، ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ اهلا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. انا بس عايز اقول للوزير الاوقاف، اتفضل قول. بس انت بطيء لان التلفزيون عالي، وطيها تسمعنا. طيب انا من هنا. حاضر. اتفضل. انا عايز اقول له بس حاجه واحده بس، اقول له مازال النهارده في منابر بيطلع عليها دعاء او خريجه ازهر أئمة مساجد بيتكلموا عن الجيش وعن الشرطة بطريقة صريحة وواضحة. طريقة كويسة يعني ولا طريقة سلبية؟ لا لا طبعا، لا طبعا سيئة إخوان بنفس الوصف. إخوان. يعني إخوان. يعني رغم كل ده برضو لسه في إرهابيين ومتطرفين. وعلى فكرة. وعلى فكرة المدير بتاع الإدارة عارفهم كويس جدا 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 جدا. وأنا دخلت في علاقات، أنا قارئ قرآن كريم على فكرة، أنا قارئ قرآن كريم. ربنا يبارك لك. فدخلت مع حوار مع واحد فيهم، وان شاء الله هروح وزاره في اقرب وقت واجيب اسمه واقول له ده نصحته كذا مره، خلي انتمائك بره المسجد لن يستجد. يعني لسه الحكايه شغاله بنفس الطريقه القديمه. طبعا طبعا طبعا. طب فكره انه في دعاء موظفين بقى يا استاذ عبد الله، يعني هقول لك حاجه، الراجل بيجي يوم الجمعه يقول الكلمتين او يخش المسجد تاني. واقدر لك اسامي بالتفصيل الممل كمان. مسجد كذا وكذا وكذا في قريه كذا اللي انا منها ديت، بيجي يوم الجمعه فقط لا غير. وبيقول خطبه ايه؟ خطبه مكتوبه قبل كده ولا بيقول خطبه كويسه من يقعد يلب ساعه كامله، الناس عندها سكر عندها معرفش ايه، ومفيش فايده ابدا. في يا سيدي الخطبه السنه الصح ايه؟ انك الخطبه تلت ساعه نص ساعه والصلاه معقوله. فانا عايز اقول لحضرتك برضه مفيش حتى مفيش يعني انا عايز اقول حاجه لوزير الاوقاف، ما ينفعش تقصر لي الخطاب الديني على خريج الازهر، ما ينفعش. صح، ما ينفعش. بشكرك بشكرك استاذ عبد الله، شكرا. واضحه نقطه واضحه، والقضيه دي انا هكمل فيها ان شاء الله. معايا برضو، انا ما كنتش مقرر اخد تليفونات بس يعني واضح القضيه يعني همت ناس كتير. وفي افكار الحقيقه بتتقال كويسه، وفي وقائع اهو زي ما قال اخونا درويش من القناطر، يعني في وقائع. طيب معايا استاذ سمير احمد جاد، اهلا بيك يا استاذ سمير. طيب معايا استاذ سمير احمد. وطي برضه التلفزيون بعد اذنك. خالد ايه؟ اتفضل يا فندم. وطي التلفزيون بعد اذنك. يا فندم وطي كده كويس؟ انا المهم عشان ما اسمعش صوتي، لما اسمع صوتي يبقى انت معليه. احنا كنا شفت انت معليه ازاي؟ كده كويس حضرتك؟ كده سامعني؟ كده انا سامعك، اتفضل. طيب اهو يا باشا. ايوه يا استاذ خالد. اتفضل. بقول لسعادتك بالنسبه للخطاب الديني حضرتك ده، انت يعني جيت على يعني موضوع حيوي جدا 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 في حياتنا. يعني انا باخد خطبه الجمعه دي
عشان خاطر يعني اخذ عظه او عندي تذكره دايما بديني وكده يعني. طب حضرتك احنا عندنا في شبرا كان في عندنا خطيب مسجد خريج ازهر، سالت عليه يعني بعد كام سنه كنت بقعد يعني اسمع خطبه الجمعه بتاعته يعني الكلام اللي بيقوله او اللغه العربيه بتاعته كانت رقيقه جدا يعني ركيك. انا درست لغه عربيه فصحى، كانت اللغه العربيه بتاعته يعني مفيش حاسس ان هي يعني مضمحله جدا بيقرا كتير قوي في الالفاظ. حضرتك السنه دي في رمضان جالنا واحد قبل رمضان بحوالي 20 يوم كده، واخد بال سعادتك انت الجامع فين؟ الجامع بتاعك ايه؟ جدا. الجامع بتاعك ايه؟ عليه ودخلت سلمت عليه. الجامع ايه بتاعك يا استاذ؟ جامع مسجد التعاون في شبرا. مسجد التعاون. مسجد التعاون في شبرا. تمام. فحضرتك قعدنا اتشدنا بيه قوي الراجل، يعني كل الناس اللي قاعده اتشد كتير جدا واتمسكت بيه. في ناس كويسه وحنجره ويعني لغويا يعني فعلا حسيت ان انا عايز اقعد معاه على ايه بس 24 ساعه. حضرتك بعد اسبوع تاني جمعه على طول ببص لقيت في خطيب تاني جه، دخلت بسال بتاع المسجد جوه بقول له مر فين الاستاذ اللي كان هنا، قال لي ده في مسجد تاني سمعوه وجم كده قبل شهر رمضان خدوه عشان يقعد معاهم في شهر رمضان يقرا خطبه الجمعه ويصلوا بيهم التراويح. طب ده جابوا سبع الاواف، قال لي معرفش هم جم خدوه واغروه وكده وخدوه. جالنا واحد تاني حضرتك برضه زي الاولاني ما نعرفش عنه حاجه برضه الاسلوب والطريقه. فحضرتك انت بتقول دلوقتي وزير الاوقاف يعني مدي لكل مسجد خطيب معين بوظيفه معينه كده، فاحنا مش عارفين حضرتك انت فعلا انت جيت على جد طيب. فعلا او على بس كلام بشكرك يعني فعلا بشكرك يا سمير، بشكرك استاذ سمير، وبرضه دي قصص اهي من كل جاي يعني مش الناس اللي كلموني بقى بجد بشكرهم، لان واضح انه القضيه كبيره ومتشعبه ومساله ان هو كمان هذا الداعيه يجي يوم الجمعه بس ما يبقاش في حد مسؤول عن الجامع، الدروس الجميله اللي ما بين المغرب والعشاء الناس بتروح بتقابل بعض وبتقعد وبتستنى العشاء وبتقعد مع بعض تسمع كلمتين حلوين تصلي السنن، يعني اجواء جميله ورائعه واحنا واخدين عليها، ودي اللي استثمرها ناس متشددين او سياسيين اقحموا السياسه داخل المساجد وبالتالي استفادوا منها. طب ازاي احنا ما نستفادش منها ويكون عندنا خطط حقيقيه؟ هاخد اخر تليفون. وليد اهلا بيك يا استاذ وليد. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. لو سمحت يا استاذ خالد، انت حضرتك بتتكلم بالنسبه للخطاب الديني في مصر. انت دلوقتي حضرتك في عندنا احنا في منطقه الجماليه طبعا اكثر من 200-250 مسجد. تخيل انت في جمعه في 500 مسجد ما تقامش فيهم صلاه الجمعه. طب ايه حلها بالنسبه للازهر؟ طب ما انا ممكن اعمل توعيه او استضيف دعاه لخطبه الجمعه ويبقوا ملتزمين بالازهر ان هم الازهر يعتمدهم، ان صلاه الجمعه عندنا بتبقى في يعني في كميه جمع جامده جدا يعني كبيره جدا. دي نقطه. نقطه ثانيه ويمكن هي بعيده عن موضوع النهارده. عايزك تلتزم بموضوع اللي انت اتكلمت فيه قبل كده بتاع مرتضى منصور. مش عايز الموضوع يبقى دعائي بالنسبه لخالد صلاح. طيب انا بشكرك يا وليد عشان احنا عايزين نتكلم فيما ينفع الناس ويمكث في الارض. هو ده اللي احنا ده املنا. فانا بشكرك جدا، شكرا جزيلا، وبشكرك على مداخلتك بخصوص الجوامع اللي في جماليه. واضح القضيه كبيره ومتشعبه وعايزينها ومحتاجينها ومهمتنا نسلط الضوء على ده لانه ده من مصلحتنا ومصلحه بلدنا. انا كنت قلت اخر تليفون بس في سيده منتظره بقى لها شويه، الاستاذه اسماء يعني من منيا القمح. اهلا بيك يا استاذه اسماء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. استاذ خالد. ايوه انا، انت على الهواء يا فندم. حضرتك انا كنت عاوز اتكلم بخصوص بخصوص موضوع التعيين بتاع الأئمة يعني خطباء خريجين كليات الدعوة وكليات الأزهر. اتفضلي بسمعك. أيوه حضرتك، أنا جوزي متخرج بقاله حوالي 8 سنين دلوقتي. بقاله أكتر من 8 سنين وما فيش تعيين، قدم في كذا مسابقة وفي الآخر خالص يعني قدم مرتين في عشان يبقى خطيب بالمكافأة وبرضه ما فيش أي. هو خريج أزهر برضه؟ هو كلية دعوة. كلية دعوة. كلية دعوة وبتقدير ايه؟ هو تقدير جيد. يعني هو قدم بس ما اتقبلش لسه. هو قدم كذا مرة وفي مرة من المرات جاله جواب بس كان بعد ميعاد المسابقة بثلاث ايام او اربع ايام.
وكاتبين في اخر الجواب انه يعني عدم الحضور في الميعاد يعتبر الغاء للتنازل يعني عن المسابقه. طب قولي لي طيب دي يعني أنا سيبي بياناتك حضرتك. انا جوزي يعني على درجه مش بشكر فيه ولا حاجه، طريقته في الالقاء ممتازه وما بيحفظش من الكتب، بالعكس ده عنده كميه كبيره قوي من الكتب بيحضر منها بطريقه كويسه، وبيقول الخطبه يعتبر من دماغه او بيستعين بس يعني من الكتب. ربنا يتقبل. طيب استاذه اسماء سيبي لنا طيب بس بياناتك واحنا نشوف برضو معاكي ان شاء الله الحكايه دي. بس انت ايه رايك في الخطباء اللي حواليك اللي في بنيا القمح؟ اي حد ايه؟ لا ما سمعتش. بتقولي ايه؟ قلتي ايه؟ بقول حضرتك اي حد كمان يعني مش هو بس، اي حد قادر ان هو يلقي بطريقه كويسه الناس تستوعبه. طيب يعني والخطباء اللي عندكم كويسين ولا مش كويسين؟ حسب، مش كله، بس انا في ناس انا اعرفهم برضو بياخدوا عايزين الخطبه يحفظوها في ورقه كده ويلقوها كحفظ. واحد زميل جوزي بيقول له اكتب لي الخطب اللي انت بتقولها عشان يحفظها ويقولها على المنبر. شكرا اسماء، شكرا جزيلا. ما تنسيش تسيبي بياناتك. الموضوع ده ان شاء الله هنفتحه مره تانية يمكن الاسبوع الجاي ان شاء الله في الحلقه اللي يعني يوم الاحد او الاثنين، فيعني ان شاء الله خير. اتمنى يكون يعني الوزير الاوقاف والاخوه في الوزاره والناس المسؤوله عن هذا الامر والمؤسسات المعنيه بالخطاب الديني والناس اللي مهتمه بالدعوه الاسلاميه في مصر، المساله دي مساله في منتهى الاهميه، احنا قلبنا بينبض بالدين، فالناس بتشتاق دايما لان حد يبصرها تفهم منه وتتكلم معاه، فمهم جدا ان احنا نسيب ناس موثوقه نطمئن لها على علم، حتى لو ده هياخد جهد طويل. نطلع زي ما يعني بيعجبني الرئيس السيسي في الحكايه دي، بيطلع يقول المشكله زي ما هي من اولها لاخرها، خلاص لو عندنا مشكله في جمهور الدعاة في تعليمهم في طريقة إلقائهم في الشكل اللي بيطلعوا بيه، مضطرين نطلع ناس موظفين وخلاص شوية يطلع وزير الأوقاف ويكلمنا ويقول لنا ونواصل الحكاية دي، والناس تبقى برضو رقباء بضمائرها على ده، زي ما أخونا بتاع القناطر لما قال على بعض الناس اللي لسه بتستغل المنابر سياسيا. بشكر كل اللي اتصلوا وان شاء الله بنوعد ان احنا يعني هنكمل في القضيه دي لانها قضيه شديده الاهميه، ده جزء اساسي من اللي حصل في مصر الفتره اللي فاتت، هذا الخطاب الديني. كلما كان هذا الخطاب الديني متشددا متطرفا، انت مسيطر على التلفزيون، تقدر تطلع الشيخ اللي انت عايزه او ما تطلعش الشيخ اللي انت مش عايزه. ما هو دي سهله. ممكن تكون مسيطر على الصحف مثلا، تقدر لو واحد متطرف، لكن الجوامع والازقه والزوايا والحاجات دي لو انت اتعاملت معها اداريا وحطيت موظفين كلنا هنلبس الحقيقة، كلنا هنبقى نلبس في الحيطة يعني.